نجومنا النهارده منهم صوت طربي اصيل، صوت بيخطف قلوب المصريين، صوت من الاصوات النادره اللي ممكن تكون موجوده معانا. اول حد معانا في فريقنا النهارده احمد الامير، ومعانا اخر عنقود عائلة الجسمي، مطرب وملحن وموزع، وكمان شارك معانا في اكتر من برنامج، وكان موجود في نهايتنا، كانت موجوده في اكس فاكتور. عايزين كلنا نرحب بعبد الله الجسمي. صاحب الكاريزما الكبيره والموهبه العظيمه، واللي في كل حفلاته اللي بتكون موجود فيها بيقدر يخطف قلب الجمهور. فنانا النهارده كلنا من اول كلمه بنحبه. عايزين كلنا نرحب بكمال كمال. طبعا مش هنقدر ننسى ان النهارده كمان الاغاني اللي هنسمعها كلمات افضل شاعر عربي، اتكرم اكتر من مره، وكمان اعلامي ومذيع ناجح وشاطر. كلنا نرحب بالشاعر احمد حسن راؤول. اخيرا وليس باخر، نجم اغنيه كمال بشرة خير، فاعل خير، وكمان اغاني ابو حفيظه، وبرده كان مشارك في البرامج الفنيه واخرهم كان اكس فاكتور، النجم عماد كمان. عايزين كلنا كمان مره نرحب بالفريق بتاعنا النهارده، فريق اللايف تيم.